الواحد بيسمع بعد كل ماتش كوره كميه كبيره من الفتي الاستراتيجي الممنهج. حد لاحظ ان الناس كلها بعد الماتش بتتحول لمدرب نادي الزمالك، لكن لما بيبقى الدراع في ايديهم قدام البلاي ستيشن بيتحولوا لرئيس نادي الزمالك. المهم فيفا 2015 نزلت والعلبه بتاعتها مكتوب عليها فيفا 15، شيء محير لان انا من 20 سنه لعبت فيفا 95، ومحير جدا بالذات للناس اللي هتعيش في 2095، لان اولا هيبقى في عندهم لعبتين فيفا 95، وثانيا لان واحده فيهم هتبقى اقدم من فيفا 15. في الواقع المشكله الحقيقه في شركه EA، واللي هتفضل تنزل فيفا كل سنه لحد ما يخلوا الكوره بتطير زي هاري بوتر ويدوا اللعيبة جيت باكس زي اللي موجودة في جي تي اي. بص انا مش عايز اعيش في دور داني جلوفر من فيلم The Lethal Weapon واقول لك I'm getting too old for this shit. الألعاب دلوقتي متطورة اكتر، ومفيش كلام اللي فيفا النهاردة احسن من زمان بكتير، لكن الفرق بين زمان ودلوقتي ان الكرة زمان كانت لعبة، دلوقتي بقت خناقة. انا فاكر في ويننج 11 AKA اليابانية لما كانت الناس بتعمل حاجات غريبة وتحط روبرتو كارلوس في هجوم. دلوقتي لو انت مش عارف الفريق بتاعك كويس والخطط المحكمة هتخسر، لان كل حاجة معمولة مظبوط بشكل ممل. برضه زمان ما كنتش محتاج غير ماتش واحد وتتعلم كل حاجة، دلوقتي محتاج تستثمر وقتك كله قدام الكورة عشان ما تخليش حد يعلم عليك 12 واحد في القهوة وناس كلها عارفين ان الجيمر مشهور على اليوتيوب. الكورة قواعدها ما تتغيرش من زمان، 22 واحد بيزقوا حاجة مدورة برجليهم جوه مستطيل اخضر عشان تدخل في الشبكة والزمالك ما بيكسبش. المهم ان كان في تطور في القواعد دي زمان، زي ان معظم الدبل كيك بيخش جون من غير سبب. التطور ده ما بقاش بيحصل دلوقتي خالص. الغريب ان كمان التطور في اللعبة نفسها ما بقاش كبير، يعني مثلا فيفا 15 الجمهور فيها بقى واقعي. وخليني اقول لك بالنسبة للجمهور، الناس في مصر مهتمة اكتر بالموزز اللي بيشجعوا في كأس العالم، لان بالمقارنة في معظم البنات عندنا شبه الاوركس اللي في فيلم مملكة الخواتم. الجول كيبرز بقى واقعيين اكتر، بيتحركوا حركة طبيعية وبقى صعب يصدوا الكور، ده غير انهم بيرتبكوا ويبوظوا الدنيا. بكده الجول كيبرز هيشيلوا جوان كتير. انا بقول يخلوها واقعيه اكتر ويجيبوا كيم يونج وهو بيعدم الجول كيبر بتاع كوريا الشماليه بعد كل ماتش. اللعبه المالتي اللي فيها طبعا امتع من الفردي بكتير، مش عشان حاجه بس عشان تعرف تغيظ اللي جنبك لما يتغلب. الغريب ان شركه EA بتزوق نسخه كل سنه وناس بتشتريها. عارف فيفا 15 بقى فيها ميسي شكله حلو، والالتيميت تيم بقى فيه نظام اقتراض اللعيبه، ماشي، بس الحاجات دي مش هيلاحظها غير اللي بيلعب اللعبه بشكل منتظم. انما البني ادم العادي اللي بيمسك الدراع يلعب ماتش واحد مع اصحابه ومش يعرف يفرق بين النسخة اللي صدرت في الخمس سنين اللي فاتوا، بالذات النسختين الاخرانيين. الخلاصة لعبة حلوة لكن مفيش اختلاف جذري بينها وبين اللي قبلها، بس انت كده كده هتشتريها وتجربها وتحدد النسخة المفضلة ليك وهي دي اللي هتلعبها على طول. الناس يا اخي بتشتري اي حاجة من غير ما تفكر، حاجة سخيفة. امال انت واقف في الطابور ده بتعمل ايه يا استاذ عمر؟ لا مفيش، بشتري فيفا 26 البلاي ستيشن 7 بتاعي يا عم. هي بتاعت السنة اللي فاتت. بس دلوقتي ابراهيموفيتش بقى واقعي اكتر، بيلعب في مناخيره اثناء الهاف تايم. اذا كان كده اشتري واحده معاك.